السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمودي. هاد النهار ان شاء الله غنتكلموا على احسن مضاد حيوي طبيعي 100%. في الحقيقة انصح به المربين. اذا قبل ما نبداو الموضوع ديالنا، فضلا وليس امرا، ندعوكم للاشتراك في قناتي المتواضعة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد، وكذلك بدعمنا بإعجاب لتحفزونا على تقديم مواضيع أخرى مفيدة إن شاء الله. إذن اليوم سوف أتكلم عن بعض المواضيع المبهمة لمسكوت عنها، أو بعض الحالات التي لا يفهمها أو لا يستطيع المربي تشخيصها. هي في الحقيقة حالات مرضية. بالطبع الحالات المرضية كأن نجد أرنب أو مجموعة من الأرانب تقوم بالامتناع عن الأكل، يعني ما بقاش كتاكل لواحد المدة طويلة، يعني احنا نقولوا مثلا واحد يوم يومين ثلاثة أيام ما بقاش كتاكل، بالرغم أن هذه الأرانب لا تصيبها أي أمراض، كالأمراض المعروفة كالإسهال أو الحمى أو الكوكسيديا، يعني أنه يبدو لنا الأرنب بصحة جيدة وليس مريض، ولكنه يمتنع عن الأكل، يعني ما عارفينش احنا علاش هاد الأرنب ما كياكلش. هنا يجب على المربي أن يقدم له بعض المضادات الحيوية، ضروري، لأن احنا مادام ما عارفينش السبب ديال علاش ما كياكلش، يعني ما كاينش شي مرض اللي باين، يعني مرض اللي كنشوفوه بالعين مباشرة، المربي كيفكر في أن غادي يمشي مثلا عند البيطري اسمه غادي يقول له دير مضادات حيوية. إذا وصفة اليوم هي طبيعية، يعني من غير المضادات الحيوية اللي كتعطى كبيليسيلين ولا كتعطى كيبرا، هي هاد الوصفة ديال هاد النهار هي وصفة طبيعية 100% وفعالة جدا جدا، وهي مجربة. هذه الوصفة مجربة، فقد قمت بإعطاء هذه الوصفة لعدد كبير من الأرانب، منهم الصغار والكبار وكذلك الأمهات. إذن هذا المضاد الحيوي هو عبارة عن قارورة صغيرة، ممكن أنكم تديروا يعني قرعة ديال الماء ولا مهم، قارورة صغيرة باش غادي اسمو غادي ديروا فيها زيت الزيتون طبيعي العادي، ماشي الغالي ولا، زيت الزيتون طبيعي مع خمس فصوص ديال الثوم. الثوم راه حنا هضرنا عليه ومعروف سمو الثوم بالنسبه للأرانب. اما الا بغيتوا المضاد الطبيعي الحيوي، يعني اللي فعال وجد فعال لجميع الامراض، انا كنقول باللي هذا المضاد الحيوي فعال لجميع الامراض. وهذا المضاد الحيوي يعني للإشارة أنه ممكن يخدمه حتى الإنسان، يعني يبقى يشرب من هذيك الزيت اللي فيها الثوم. أما بالنسبة للأرانب ما يمكنش غادي نديرو لهم الزيت ونقول لهم شربوا منه كماء، ولكن احنا غادي نديرو واحد الطريقة، أننا أولا يجب ترك المحلول واحد خمس أيام إلى أسبوع في قارورة، يعني المحلول وهو عبارة عن زيت الزيتون وخمس فصوص من الثوم. أما هذه بالنسبة للمقادير. أما الجرعة اللي ممكن أننا نقدمها للأرانب ديالنا وكيفية الاستعمال، وهي كالتالي: بالنسبة للأرانب الكبيرة التي يفوق عمرها ثلاث أشهر، يعني من 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 من, من شهرين ثلاث أشهر، غادي نشدو واحد المحقنة، نحيدو لها الإبرة، يعني بدون الإبرة اللي كتدق في اللحم، وغادي نديرو واحد مليلتر، غادي نجبدو منها واحد مليلتر وغادي نشربوه له فمه، يعني هذا ما بين شهرين إلى ثلاث أشهر. هاد الواحد مليلتر ممكن أن نديروها قلنا الأرانب الكبار. أما الصغار، يعني اللي عندهم قل من ثلاث أشهر، يعني أو وكذلك كل يعني الطريقة
يعني باش اللي غنعطيوها لهم، وهي كل ثلاث ايام، يعني ثلاث ايام متتاليه كنعطيهم هاد الجرعه هذه. اما بالنسبه للصغار اقل من شهرين فغادي نعطيهم نصف الكميه، يعني نصف مليلتر، نصف مليلتر غادي نديروا لهم كذلك لمده ثلاث ايام متتاليه، لمده ثلاث ايام، وباذن الله سيشفى الارنب وسوف يعود الى حالته الطبيعيه، وكذلك وذلك بعد مرور يومين ان شاء الله غادي تلاحظوا باللي كاين واحد الفرق، يعني غادي يبدا يتحسن من جميع الامراض اللي فيه. هي هو حقا عباره عن مضاد حيوي. الناس اللي كيشوفوا ان الارانب ديالهم كيموتوا وما كاينش سبب، يعني ما كاينش سبب باين، يعني مثلا الاسهال ولا المهم شي حاجه اللي باينه، حنا كنقولوا شي حاجه باينه صافي راه مات الارنب بها، ولكن ملي كنشوفوه يعني كيموت بدون اي سبب، مضاد حيوي طبيعي 100%، الزيت الزيتون عادي، وخمس فصوص من الثوم في قرعه او قاروره صغيره ديال الماء، قاروره ديال الماء عاديه، تخليوه لمده خمس ايام الى اسبوع، وكتعطيوه لهم عباره عن باش عن الكبار 1 مليلتر، هذيك المحقنه كتجروا فيها ماء 1 مليلتر، وتكبوه في الفم مباشره ديال الارنب. اما الصغار ف نصف الكميه، وغادي تلاحظوا الفرق ان شاء الله، وغادي تشكروني ان شاء الله، لان هذا الوصفه راها مجربه ان شاء الله. شكرا على تتبعكم للقناه، وشكرا على تعاليقكم الطيبه، الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.